بص بقى، وجعتولنا قلبنا وتعبتولنا اعصابنا، والمصريين النهارده تحولوا كلهم الى جزائريين، وركلات الترجيح مسكنا قلبنا بايدينا. احكي لنا اللحظات واحكي لنا المشاعر، واحكي لي يعني مشاعر المصريين ترجمت لكم ولا لا؟ والله كابتن اليوم عشت فيلم، يعني فيلم هيتشكوكي اتم معنى الكلمه، لكن عشته مع اخواني المصريين. يعني لو شفت انت يعني الـ 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 يعني الجماعه اللي كانوا يشتغلوا داخل الاستاد وكذا كلهم يناصروا في الجزائر، المناصرين كلهم مع الجزائر. في ركله الترجيح كان في واحد ما راحش ننساه حتى يوم القيامه، قال لي كان راح ينفذ لاعب تاع كوت ديفوار ركله الجزاء، قال لي ده راح يضيع. يا رب يضيع، يا رب يضيع. هو شت هو ضيع. يعني مش قلت لك؟ قلت له طيب، لما ضيع بليلي قال لي حتكسبه، والله حتكسبه. لما انتهت المباراه وكسبنا، ناض عم عنقني يعني حضني اخذني بالحضن ويعيط. حاجة يعني لا توصف، والله غير حاجة لا توصف. أنا شهادة اعتزلها. يعني إذا كانت هناك شكوك بين العلاقة بين الجزائر ومصر، جاءت بطولة إفريقيا أكدت مرة أخرى أن المصريين والجزائريين هما وجهان لعملة واحدة. صحيح. شأنهم في ذلك شأن كل العرب. صحيح.